With the beginning of the mourning period for Imam al-Hussein alayhi salam and the martyrs of Karbala, we at Imam Hussein TV asked a number of young sisters to come in and call their fathers unexpectedly, asking them what advice would they give them if this was the last time that they were speaking. The aim of this was to experience a feeling of empathy with Sayyida Ruqayya alayha salam, who lost her father on the day of Ashura. Here is what they had to say. السلام بابا. السلام عليكم. سلام بابا. سلام بابا. تذكر نعم. يوم عاشوراء من سيد الرقية عافت أبوها. سيد الرقية من عافت أبوها. قالت له إنه يعني قالت له بعد هاي آخر مرة راح أشوفك بعد يعني فيعني إلى هاي آخر مرة تحكي وياي أنت يعني يا أدفايس راح تقول لي يعني شنو أسوي بحياتي؟ نصحها بالصبر والإيمان والصبر على قضاء الله. أوكي. قضاء الله وقدره وقال لا تحزني فكلنا على الطريق أما الشهادة وأما ما متمنى إلا مقبولة ومسموم. فقال أني يعني الحمد لله الله رزقني الشهادة فظلت لي حزينة على أبوها الآن وصلوا للشام بالليل من قامة تبتشيف وتندب أبوها وتصيح أبوها فجابوا لها رأس الإمام الحسين فماتت على رأس أبوها الإمام الحسين فالإمام السجاد قال السيدة زينب قال عمي راح نحي رقية لأنها قضت نحبها يعني ماتت اي فإنا لله وإنا إليه راجعون فدفنت بعد بالسيد رقية بسوريا بالشام. اوكي شكرا بابا حبيبي حبيبتي. I love you. يلا باي. مع السلامة. باي.